بنتابع هذه اللقطات لاحتفالات الشعب الجزائري. بينضم لي على التليفون المعلق الرياضي الجزائري الشهير الكابتن حفيظ دراجي. استاذ حفيظ اهلا وسهلا بك، مبروك. يا مرحبا، اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. الف مبروك. سمعني كويس؟ طبعا سمعك بمنتهى الوضوح والدنيا كلها سمعاك. كيف استقبلت هذه الليلة والتي لها ما بعدها بكل تأكيد كابتن حفيظ؟ طبعا بفرحة ولكن بحذر شديد، والأمر كان متوقع من مدة، لأنه يعني منذ 22 فبراير أعتقد بأنه أنا كنت أقول دائما بأن بوتفليقة جاء والجماعة جاءت، لأن الشعب الجزائري أنفخ من أجواء وقرار الجماعة وليس فقط بوتفليقة، بكل فرح وبكل حذر ولكن من دون شماتة، لأن من دون شماتة لا فيه ولا في غيره. إذا كان يجب أن تكون هناك إجراءات بعد ذلك سواء ما يتعلق بالعدالة فهذا أمر مرحبا به، ولكن أرجو أن يكون هذا من دون شماتة، وتتواصل مسيرة الجزائريين. أنا دعوتهم لكي يكونوا حذرين ولكي يكونوا حريصين على أن لا تخطف منهم هذه الثورة السلمية الشعبية، على أن تتم الأمور بطريقة دستورية، ما دام أن الكل كان أو أغلبية الشعب الجزائري كان يلح على ضرورة رحيل الرئيس بهذا الشكل. وقد رحل، ترك لنا حكومة ولكن لم يترك لنا لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات. كيف سيكون الحال لا أدري. المهم الأمر سيمر الآن عبر المجلس الدستوري الذي سيقر باستقالة الرئيس، ويصبح رئيس مجلس الأمة هو رئيس الدولة، ينظم الانتخابات بعد 90 يوم. كيف سيكون ذلك؟ طبعا ننتظر لنرى. أنا صراحة أنا اختلطت علي المشاعر، فرحان في نفس الوقت لأننا تخلصنا من هم. أنا لا أتحدث عن الشخص، تخلصنا من هم ديكتاتوري، هم اجتماعي سياسي ثقافي اقتصادي وعبء كبير، ولكن الجزائر يجب أن تنتصر في نهاية المطاف، والشعب الجزائري يجب أن ينتصر في نهاية المطاف، ونعود إلى المسار الانتخابي الديمقراطي الحر الذي يسمح للشعب الجزائري باختيار لائق هذه المرة، اختيار حر من دون ضغوطات، من دون تخويف، من دون تخوين. نريد أن نفتح صفحة جديدة في جزائر جديدة ابتداء من هذا الثاني من أبريل، أو بالأحرى ابتداء من 22 فبراير، لأنه لا يجب أن ننسى بأن الفضل كل الفضل يعود للشعب الجزائري بعد بوتفليقة، لأنه بوتفليقة هو الذي جمع هذا الشعب الجزائري حول مشروع واحد، حول هدف واحد، هو الإطاحة به وبالجماعة، ولذلك يجب أن نحافظ على هذه الهبة. كيف صح حفيظ، كيف قرأت الصراع النهاردة في الساعات الأخيرة؟ بيان رئاسي، لا بيان مغلوط، بعدين الجيش، بعدين سحب البيان، بعدين استقالة بوتفليقة. يبدو أنه جرت تحت الجسر مياه كثيرة في هذه الساعات. أكيد حدثت أشياء كثيرة، هناك أشياء كثيرة كان لابد منها، ولكن هناك أشياء كثيرة أيضا حدثت لم تكن لتليق بمؤسسات الجمهورية في الجزائر، ولم تكن لتليق بالرئيس. لو الرئيس استمع منذ البداية مثلا لصيحات الشعب ولطلباته لما وصلنا إلى هذا الأمر. الجيش الوطني الشعبي أو بالأحرى يبقى جيشنا على رأسنا من فوق، أتحدث بالمطلق عن المؤسسة. صحيح. ولكن تصرفات هنا وهناك لم تكن تليق بالجيش الوطني الشعبي، ولم تكن تليق أيضا بمؤسسة الرئاسة، ولكن تكن تليق بالشعب، لأنه الشعب الجزائري لو تسأل أي واحد منه لا يحب الشر ولا يريد هكذا، ولا يريد تصرفات لا أخلاقية أو تصرفات لا دستورية أو تصرفات غير محترمة. الشعب الجزائري خرج بكيفية فريدة من نوعها، كان يتمنى ولا يزال يتمنى أن تستمر الأمور بطريقة حضارية وسلمية فريدة من نوعها، لكي نفصح عن هذه الصورة الفعلية لهذا الشعب العظيم، والتي كانت مكبوتة في نفوسه، والتي سوقت للعالم بأن الجزائري هو منرفز، بأن الجزائري إرهابي كان في وقت ما، بأن الجزائري لا يعرف السياسة، بأن الجزائري غير مثقف، بأن الجزائري لا يعي في شؤون هذه الحياة. في نهاية المطاف اكتشفنا جيل فريد من نوعه، واكتشفنا في نفوسنا مكبوتات جميلة جدا لهذا الشعب الذي يبقى معدنه كبير وكبير جدا.
أنا لا أرضى بمثل هكذا تصرفات، ولا أرضى عن بعض التصرفات هنا وهنالك، لأنه كان عناد من طرف الجماعة وعناد في الجهات المقابلة من طرف بعض المؤسسات، خليني نسميها الجيش، ومن طرف حتى بعض السياسيين وبعض حتى النشطاء السياسيين الذين كان بعضهم عليه أن يتحلى بالكثير من الأخلاق ويتحلى بالكثير من الصبر. أنا لا أقول بأنهم لم يتحلوا بالأخلاق، لا، ولكن ربما الضغوطات التي كانت عليهم ورغبتهم في التخلص من الجماعة ربما هي التي دفعتهم لتصرف بهذا الشكل، لأنه ربما نقص خبرة ونقص تجربة في مثل هكذا مواقف. يبقى المهم الذي يجب أن نحافظ عليه هو هذه الهبة الشعبية وهذه السلمية وهذه الحضارية، يجب أن نحافظ على هذا الرتم وهذا النسق وهذا النفس الذي أكيد سيسمح لنا باختيار أولا الرجال، حيث لا يجب علينا أن نسمح باختطاف هذه الهبة. الشعب الجزائري الذي لن يتخلى عن مطالبه برحيل الكل، لأنه هو طالب برحيل الكل، ولن يفوض أي أحد إلا عبر الصندوق الذي سيكون بعد 3 أشهر، لأن الشعب خرج لإنقاذ الجزائر من العصابة وليس لإنتاج طيب. عصابة أخرى. عايز أستعير منك جملة ثورته وتحطم أماله وأحلامه. نعم، عايز أستعير منك سيد حفيظ جملة أن الشعب لن يسمح بإذن الله بأن تسرق منه هذه الهبة. وأذكر حضرتك أن الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، واحد من شيوخنا الكبار، الشيخ محمد الغزالي، كان قال أنه إذا أردت أن تغير وضعا خاطئا فعليك بتجهيز البديل أولا قبل أن تبادر بتغيير هذا الوضع. كيف تقرأ هذه الكلمات في مثل هذا التوقيت في الجزائر؟ أنا أعتقد بأن هذه الكلمات هي تنطبق ربما من وجهة نظري على مواقع ومواقف أخرى، ولكن ليس على ما يحدث في الجزائر، لأنه بقاء بوتفليقة في الحكم حرم الكثير من الوجوه والكثير من الكفاءات من الظهور. يعني بوتفليقة صراحة هو عفس الكثير من الشخصيات، كان يريد أن يبقى لوحده في الساحة، هو الأجمل، هو الأفضل، هو الأطول، هو الأكبر، هو الأعظم، هو الجميل، هو وزير الخارجية، كان يقول حتى أنه هو رئيس تحرير وكالة الأنباء الجزائرية ورئيس تحرير التلفزيون. بوتفليقة الذي جمع حوله كل هاته أو جمع بين يديه كل الصلاحيات عفس الكثير من الجزائريين والكثير من الكفاءات، منهم من هربت ومنهم من تخبات ومنهم من قهرت. أعتقد بأنه بعد هذا بعد ما نزعنا هذا الهم بين قوسين، أتصور وأعتقد بأنه الكثير من الجزائريين الأحرار والأكفاء سيظهرون وسيخرجون، لأنهم يتوقعون بأن الصراع سيكون أو الباب سيكون مفتوح للصراع الديمقراطي من أجل الفوز بثقة الشعب الجزائري. المهم أنه لا يظهر لنا ديكتاتور آخر ولا يظهر لنا بوتفليقة آخر، هذا هو المهم بالنسبة إلينا، ولا نصنع صنما آخر نعبده بعد أن عبدنا بوتفليقة أو بعد أن عبد غالبية الناس أو بعض الناس بوتفليقة لمدة أكثر من 20 سنة. أنا أتصور بأن ما قاله الغزالي رحمة الله عليه كان ينطبق على وضع معين ومقام معين ومجال معين، أما في جزائر اليوم فأعتقد بأن الباب سيكون مفتوح للكفاءات، ليس فقط من أجل التنافس على منصب الرئاسة، ولكن للكفاءات لكي تعود في الكثير من الواقع في الجزائر لنبنيها سويا. يا رب يا رب يا رب يسمع منك ربنا. المعلق الرياضي الشهير والعزيز السيد حفيظ دراجي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة تعليقا على استقالة بوتفليقة منذ أقل من ساعتين، وهذه الاحتفالات التي تعم الشوارع الجزائرية الآن. مكالمة أخرى من واحد من المواطنين الجزائريين. السلام عليكم.